بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ضمن فعاليات معرض الكويت 41 للكتاب ومشاركة دارة الملك عبد العزيز، تقام هذه الندوة والفعالية ضمن فعاليات المعرض، وأيضا مصاحبة للمعرض الذي شاركت فيه دارة الملك عبد العزيز في التعريف في المخطوطات. يقدم المحاضرة الأخ الزميل أيمن بن عبد الرحمن الحنيحن، وهي بعنوان جهود دارة الملك عبد العزيز بالمحافظة على مكتبات الأفراد. الأستاذ أيمن الحنيحن هو خريج كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 2000، هو عضو في اللجنة العلمية لمتاحف الدرعية تابعة للهيئة العليا لمدينة مدينة الرياض، عضو هيئة المخطوطات الإسلامية في جامعة كامبريدج. قام بإصدار عدد من الكتب والمخطوطات المختصة في نفس المجال الذي يعمل فيه، ومن ضمنها كتاب ضخم بعنوان نوادر مخطوطات في المملكة العربية السعودية، وأيضا كتاب عن مخطوطات المدينة المنورة صدر باللغة العربية واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دراسة لمخطوط تحفة المشتاق في تاريخ نجد والحجاز والعراق لعبد الله البسام. أيضا شارك في إعداد وتنظيم عدد من المعارض، المعرض تراث المملكة العربية السعودية المخطوط، معرض مصحف مكة المكرمة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، معرض مخطوطات المدينة المنورة المقام في المدينة المنورة، بالإضافة إلى حضوره للعديد من المؤتمرات التي لها اهتمام بالمخطوطات. نفتح المجال للأيمن البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. المحاضرة اليوم عن جهود دارة الملك عبد العزيز للمحافظة على مكتبة الأفراد، وسنبدأ استهلال تاريخي يعني التراث في الجزيرة العربية، بعدين المملكة العربية السعودية، بعدين دور الدارة في حماية والمحافظة على هذا التراث. في البداية بيكون فيه عدة نقاط. بداية التراث المخطوط في الجزيرة العربية هو ابتداء بدأ في تعليم الصحابة الكتابة بعد غزوة بدر. بعدها الاستثمار اللي تم في غزوة بدر تجلى في جمع المصحف في عهد أبو بكر الصديق، بعدها في جمع توحيد المسلمين على مصحف واحد في عهد عثمان بن عفان، فيكون المصحف اللي جمع أو اللي وحد المسلمين على مصحف واحد مكتمل الأركان هو يكون في عهد عثمان بن عفان، لأنه بين دفتي. كذلك المدينة المنورة شهدت تدوين الوحيين القرآن والسنة النبوية، ولا يوجد بلد تم الخطاب له الأهلة وأمير البلد وقاضي البلد إلا المدينة المنورة. هناك بعض الآثار تثبت أو تدل على أن المدينة المنورة هي عاصمة، كما هي عاصمة أول مخطوط عربي إسلامي مكتمل الأركان، أن المدينة المنورة هي عاصمة أول مكتبة إسلامية تفتح للأفراد وعليها قيم. وهذا الأثر شفته في تاريخ ابن عساكر، والنص بهذا النص طبعا هي للصحابي الجليل محمد بن جبير بن مطعم، قال انه احتسب بعلمه يعني مدوناته من الحديث الشريف وجعله في بيت واغلق عليه بابا ودفع المفتاح الى مولاه الله وقال لها: من جاءك يطلب منك مما في هذا البيت شيئا فادفع اليه المفتاح ولا تذهبي من الكتب شيئا. يعني الإعارة مانع، قضية الإعارة، لكنه متيح الاطلاع على الموجودات في هذا البيت من مرويات حديثية لأي وقت. طبعا المكتبات بدأت يعني تنشأ في الجزيرة العربية، وخاصة في المدينة المنورة وفي مكة وفي صنعاء. الاهتمام بالمدينة المنورة أنا لاحظته يعني التنوع من جهة الواقفين، يعني بمعنى
المكتبات في العالم يكون أهل البلد من أمراء أو تجار أو وزراء، هم اللي يوقفون أو يهدون كتبهم فيها. لكن المدينة اللي الناس تسعى إلى الوقف فيها وتجلب أنفس ما تملك من كتب أو مخطوطات هي المدينة المنورة. والأشياء لاحظتها إن 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 التنوع في وقف هالمكتبات بين أفراد، يعني المرأة، الرجل، الوزير، الفقير. يعني أنا لاحظ في المدينة يأتي واحد على قده ما معه إلا مصحف، نادر تلقى وارثه عن أبوه وعن جده يجيبه من أقصى الأرض بنفسه حتى يسلمه المكتبة المسجد النبوي الشريف. هذا أنا شفتها ولاحظتها. فهل هالكميات من هالمكتبات وهالتنوع ما تجده إلا في المدينة، بل إني شفت بعض الطبعات بالحرف العربي غير اللغة اللي يعني الفارسية والأردو والملاوي، لغات غريبة في الجمهورية الروسية مطبوع بالحرف العربي وجلبت إلى المدينة المنورة. طبعا بعد دخول الملك عبد العزيز للمدينة بسنتين وقبل توحيد المملكة بخمس سنوات، عمل لجنة اسمها لجنة الحرمين الشريفين، يعني ترتيب الأوضاع في الحرمين، الأئمة، المؤذنين، يعني أشياء كثيرة، ومن ضمنها أمر بإنشاء مجمع للمكتبات الوقفية. هالكلام عام 46، يعني قبل 92 سنة. هذا من نماذج الاهتمام للمدينة في المكتبات. طبعا عملت يعني زي الخريطة لمكتبات المدينة، حوالي 125 مكان أو 124 مكان، لكني ما عرفت إلا 57 موقع. وميزة المكتبات هنا أنها متنوعة على الجهات وليست على المذاهب، يعني لا الحنفي لا المالكي، بل على الجهة. يعني البخارية لهم مكتبة، الأشوام لهم مكتبة، الأتراك لهم مكتبة، الكشميريين لهم مكتبة. فكل جهة تأتي وتقصد المدينة المنورة تجلب أنفس ما تملك وتقف وتوقف ما تملك من كتب ومقتنيات في مدينة الرسول. طبعا هذه بعض نماذج مكتبات المملكة. هذه ما شاء الله يعني فيها 23 مكتبة وحوالي 1800 مصحف و 15000 مخطوط. أحد المخطوطات من النوادر اللي هي جغرافيا العالم، يقال أنها مكتوبة في عهد المأمون. طبعا هذه من نماذج المقتنيات. هذه خزائن الحجرة النبوية اللي كانت تحفظ فيها المصاحف، وهذه كذلك الحامل. مكتبات الأفراد في الغالب، في الغالب يعني مو هو عام، وضعها سيء. يعني لو ننتظر عدة سنوات يمكن تنتهي أو تتلف. فدور الدارة يأتي أول شيء كنظام أساسي لها، اللي هو المادة اللي هي المحافظة على تراث المملكة وجغرافيته، وخاصة بعد وجود الملك سلمان كرئيس مجلس الإدارة سنة 1417-1997 ميلادي، يعني عمل حراك كبير للدارة بتشوفونه الآن. طبعا هذا موقع الدارة في المربع بجانب قصر المربع. الدارة عندها عدة مراكز: مركز مكة، المدينة، البحر الأحمر، مركز الطائف، مركز دراسات النفط والخليج العربي في الشرقية، وموسوعة الحج والحرمين الشريفين. هذه إن شاء الله حوالي 35 مجلد، قريبا تنتهي باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. في حوالي 32 مشروع، بعضها على وشك ينتهي وبعضها في الطريق. طبعا من المراكز اللي الدارة لها دور فيها مركز بحوث المدينة، وما شاء الله يعني له دور كبير في مشاركة الفعاليات.
طبعا عندنا مركز الملك سلمان، هذا يعني بعبارة مبسطة هو مستشفى الكتاب، هو مقاول يعني، وكذلك يعني يعمل لترميم عدد من المكتبات، وكذلك للجهات أو الأفراد اللي يملكون مواد تاريخية. المواد التاريخية عدة: صور، أفلام، مخطوطات، وثائق، كتب مطبوعة. بالإضافة إنه تعاقد مع 41 جهة في المحافظة على تراثها، سواء المحاكم، سواء جريدة أم القرى، عدد من المراكز، بل حتى خارج المملكة تأتي جهات تتعاقد أو تتعاون مع الدارة في المحافظة على تراثها، طبعا يشمل تعقيم، ترميم، رقمنة، تجليد إلى غيره. طبعا مسمى المركز مركز الملك سلمان، المحافظة على المواد التاريخية، وفي مواد بتشوفونها معكم هذه بعضها، وفي تعاون مع الكونغرس وبعض المكتبات في تعريب المواد اللي تتعلق بالمحافظة على الأفراد. هذا بعض الجهات، هذا خط السير لكل مادة تمشي بهذا خط السير حتى تنتهي. قد يكون المادة تأخذ يوم يومين، وقد تستغرق المادة إلى حوالي سنة. كل مادة لها ظروفها في التعامل معها والعناية بها. طبعا عندنا مكتبة الدارة ما شاء الله فيها عدد من المكتبات، تقريبا أغلب مستشاري الملك عبد العزيز عندهم تراثهم موجودة في الدارة. طبعا الدارة تتعاون مع هيئة الأخوات الإسلامية، هذه هيئة تحتها 125 منظمة لها علاقة بالمخطوطات، وهي كاستشاري للجهات في العناية وتعليمهم وتدريبهم في العناية بالمخطوطات وفراستها. فالدارة عضو فيها، تحضر المؤتمرات اللي تقيمها، وهي هيئة في جامعة كامبريدج. طبعا الدارة لها تعاون مع معهد المخطوطات العربية، ونشارك دائما كل سنة في يوم المخطوط العربي في 4 أبريل. طبعا الدارة عندها مركز المخطوطات، وما شاء الله يعني يحوي كميات كبيرة، ما شاء الله وصلنا حوالي الآن 6000 مخطوط. في أعمال سابقة، هذه السيارة زي سيارة الإسعاف، متنقلة تروح للجهات، للبيوت، للمدارس، للمساجد، تعقم المحتوى الموجود لدى الجهات. هذه مكتبة الملك عبد العزيز المدينة المنورة، سبق أنها عقمت الأشياء اللي عندها. وكذلك تم التعاون مع جامعة نورة، طلبوا يعني زي المتحف نقيمة أو زي التراث المخطوط للمرأة السعودية في السعودية أو خارج السعودية. فعملنا يعني أدوات الكتابة من أول، وكذلك أوقاف النساء، أول شيء قبلها اللقاء التاريخي اللي تم بين محمد بن سعود ومحمد الوهاب، ودور زوجة محمد بن سعود في إقناع محمد بن سعود في قبول الشيخ محمد الوهاب واستضافته في الدرعية. كذلك أوقاف النساء للمخطوطات، وتشوف حرصهن يعني على المخطوطات اللي تكون مهمة لطالب العلم، فيكون في الحديث والفقه وغيره. كذلك من الأشياء الغريبة ممكن شفتوها في المعرض، فقيهات المدينة، هذه بعد من الأدوار اللي يعني كانت تقوم بها المرأة في المدينة المنورة. بعدها طبعا الدارة تحاول أن تقنع الشخص، طبعا أنت الآن تتكلم مع جهات أو مع أفراد لهم 400 سنة المكتبة مغلقة، 300 سنة المكتبة مغلقة، لا يمكن أحد يدخلها. فالدارة تستخدم عدة أساليب في إقناعهم، إما الشراء أو الوقف أو لقاء مع رئيس مجلس الإدارة أو تكريم أو مخاطبة. بعضهم يقول هذا وقف ما يجوز حركة ولا أقدر أقربه، ولعن الله من أخرجه من هالكلام هذا كله، فيحس بحرج. فالدارة تحاول أن تقنع الفرد بعدة طرق وبالأسلوب اللي يناسبه. يعني مثلا في المدينة الأسلوب اللي يناسبه أن قاضي المحكمة هو اللي يقنعه، أن المدينة فيها فلسفة في الأوقاف ونظار في الوقف ما تلقاها في أي مكان. فتجي خطابات من هيئة فروع علماء، من رئيس مجلس إدارة الدار، كل شخص
المناسبة في إقناعه للمحافظة على مكتبته، وبعضهم يتم العناية فقط في بيته يعني يمنعك من إخراجه، وبعض الأشياء نجلس 12 سنة 10 سنين نتابع حتى يقتنع بأننا نحاول نحترم مكتبته. طبعا آلية المحافظة زي ما يستخدم في أسلوب المستشفى، في زي سيفي نفتح ملف للمكتبة اسمها، من اللي أنشأها، كم عمرها، هل فيها مقتنيات، فيها جوازات، فيها أختام، فيها أي، فكل هالأشياء تفيدنا في السرد التاريخي للمجموعة وكيف انبنت وكيف انها استمرت إلى هذا الوقت محافظة عليها، أو وش الأشياء اللي خلتها تكبر تصغر، فهذه كلها نحرص عليها في تاريخ المكتبة. طبعا بعض الناس يقول المكتبتي ما تجيها ولا تقربها، تعتني فيها داخل بيتي، فإحنا نقدم لها دراسة في العوامل الطبيعية، هل مثلا المطر يدخل عليها، هل الغبار يدخل عليها، العوامل البيولوجية، عوامل فيزيائية، عوامل كيميائية، هل مثلا فيها أشياء مثلا مواد حشرية، لأن بعضهم يحط مواد حشرية داخل المخلوطات. هذه طبعا جهاز التعقيم يعني يرسل للجهات، والحمد لله يعني أغلب مناطق المملكة مر عليها. طبعا في فهرسة تفصيلية للمقطوعات، هذا قبل الترميم وهذا بعد الترميم. طبعا في شيء تجميع القطع، ترميم يدوي، يعني عملية طويلة حتى يكتمل عملية الترميم. هذا التجليد والتذهيب، التحويل للميكروفيلم. أنا أشوف يعني الجهات بدأت تترك الميكروفيلم، وأنا توني جاي من ألمانيا أشوف الإرشيف الألماني لم يفرطوا بالميكروفيلم، بل مستمرين يرقمنون ويحولون المرقما إلى ميكروفيلم ويحفظ في كهوف في جبال ألمانيا. قلت طيب الجهاز السيدي، قال لا التقنية تتطور لكن هذا لا باقي. قلت طيب ما يودي يعني لازم يصير ملون، قال لا يكفيك أبيض وأسود تقرأه بالشريط، يعني لو ما كان عندك جهاز يكفيك الشريط. قال حنا أيام الحرب العالمية الأولى إرشيف ألمانيا تأثر، والحرب العالمية الثانية إرشيف ألمانيا تأثر، فنحن نحافظ عليه في هذه الجبال في وسط هذه الكهوف. فهالفلسفة يعني بعض الجهات خلاص تترك الميكروفيلم وتتجه لإيش، لأسلوب الرقمنة. كذلك التصوير الرقمي، وهذه قاعة المخطوطات، زوارنا ما شاء الله يعني زارونا يعني أعداد كبيرة من الناس، ويقتنعون الناس على مر السنوات إذا شافوا الأشياء والجهود اللي تبذل. هذه مصادرنا ما شاء الله حوالي 65 مكتبة. طبعا يتم تكريم لهم بعض المعارض تقام على شرف رئيس مجلس إدارة الدارة، وبعضها على تكون شرف الحاكم المركزي للمنطقة. هذا أحد يعني الحفلات اللي أقيمت، وكان في شراكة بيننا وبين شركة أرامكو. سوينا عدة كتب. طبعا المواد اللي عندنا نحاول نستثمرها بتعاقدات مع الباحثين في إخراجها، ومن الأشياء الكويتية اللي سويناها اللي هي مذكرة الحميدي، وما شاء الله يعني مذكرة حلوة تحكي لك واقع قصر الحكم في الرياض وذكرياتك فيه. وكذلك أحد الكتب اللي هدوها أحد المؤلفين الكويتيين وكانت مغمورة، والحمد لله حققها باحث كويتي حتى هو يعرف نفس المؤلف في القريب منه. هذه بعض الأشياء. هذا أحد الكتب، يعني الدراسات الدرعية بعد سقوطها على يد إبراهيم باشا سنة 1234، يعني لا أبالغ أن هيروشيما صار على الدرعية، اقتصادي، ثقافي، سكاني، حتى لا تعود مرة أخرى وتحيا هذه البلد. فمن ضمن الأشياء الثقافية اللي تمت مصادرة
المخطوطات. طيب هالمخطوطات وين راحت له؟ طيب كم عددها؟ كيف طريقت؟ وكيف حفظت؟ ولماذا حفظت؟ وليش بقت؟ فهذه دراسة تمت، وعن طريق الأخ حمد العنقري ممكن يعني يشرح لكم قصتها وكيف بدت. فالحمد لله تراث الدرعية وجد في المدينة المنورة في المكتبة المحمودية. هذا طبعا في تعاون بين الجهات. هذا أحد علماء المدينة، سبق أن باع مخطوطاته في جامعة ليدن بهولندا سنة 1883 الميلادي. الرجل هذا من علماء المدينة ومدرس في الروضة الشريفة، ورجل أعمال وله مزارع وفلكي وسابق عصره في الفنون، في الفلك، في الزراعة، في العلم، بل حتى في التآليف متميز أسلوبه. الرجل تضايق من بعض المضايقات اللي تمت له في المدينة المنورة، فهاجر إلى مصر بمكتبته. المكتبة تحوي على نوادر النوادر، يعني على مستوى العالم. فالمكتبة جت ظروف مالية، خسر نشاطه الزراعي في مصر، فشاف سفير النرويج والسويد في القاهرة، قال له يعني مكتبتك ليش ما تقدمها في مؤتمر للموسيقيين اسمه مؤتمر الموسيقيين السادس سنة 1883. فسوى الاستضافة عن طريق وزير الخارجية الهولندي، وتم الذهاب إلى أمستردام، وتم عمل كتالوج يشرح مزايا المكتبة. واللي عمل الكتالوج هو السفير، فتشوف الدقة لهذا السفير والوصف له حتى لا يغبن البائع. فهالمكتبة تم رصد يعني قصتها والبحث عن أولاده. لقيت ولد ولده وسوينا معه مقابلة ولقاء له. طبعا في أبحاث متعلقة بالمخطوطات، ما شاء الله يمكن حوالي 15 بحث متخصص في جزئيات في المخطوطات تنفع مراكز البحث. طبعا هذا أحد علماء المدينة المنورة، وهو شيخ القراءات ومؤسس لمدرسة القراءات السعودية في المدينة المنورة، وهو المؤسس لمكتبة المسجد النبوي الشريف ومكتبة المدينة العامة. وأعتقد ولا أبالغ إن قد يكون هو من أسباب إنشاء مجمع المكتبات، لأنه كان يرفع تقارير سرية وبعض عن واقع مكتبة المدينة، وهذا واحد منها اللي موجود في الشرح. فكان ينبه على أهمية جمع هالمكتبات لا تضيع من البلد. هذه واقع أحد المكتبات في كراتين، يعني كراتين تايد، يعني كراتين اللي موجودة عند الشخص عند ابنائه. وبعدين هذا الآن بعد التعقيم والترميم والحفظ، هذه علب خاصة تحافظ على المحتوى المواد التاريخية. أحد المكتبات هذه عمرها 400 سنة، لم يدخلها يعني كان يعني قليل، أو يعني لا أبالغ أن الرواد لها قليل بسبب الناظر يعني متحفظ عليها كثير. فتم التعاون معه وتشكيل فريق من طلبة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية. المكتبة هذه فيها تنوع، يعني فيها تراث مغربي، فيها تراث حنفي، فيها تراث مصري شامي، طبعا غير الفنون، الفنون اللغة العربية، الحديث، التفسير. فلازم يكون الفريق متنوع في ومتخصص في كل فن من الفنون. فالحمد لله الآن وصارت 4000 مخطوط جوا هذه المكتبة، وهي لها 400 سنة بداية تأسيسها، وبعض النسخ اللي فيها الوحيدة في العالم. هذه بعض نوادرها، وهذه مراحل المشروع وإيش، وكذلك بعض النوادر تبدأ من عام 500 للهجري وطالع. سوينا معرض المخطوطات المدينة المنورة، هذا نموذج منه حتى، وإن شاء الله سيكون هناك سلسلة من المعارض على حسب المنطقة. يعني
مكة، الحساء، جيزان، القصيم، حائل، على حسب المنطقة. يعني الآن لو تشوفوا مثلا معرض اللي هنا في الدارة، يعني ركزنا على أشياء كويتية حتى يعني يهتم الزائر والمشاهد له. عندنا مشاريع مستقبلية وإن شاء الله خاصة بعد صدور موافقة رئيس مجلس إدارة الدارة الملك سلمان بعمل مؤتمر عن مخاطر الجزيرة العربية، فيكون في عندنا موسوعة المصاحف وسلسلة من النوادر وأدوات الكتابة، بيصير معرض كيفية صناعة المخطوط قديما. كذلك بيكون في فهارس وسلسلة أفلام وثائقية ومعارض، وكذلك سلاسل إرشادية في العناية بالمواد التاريخية. هذا بيكون يعني نموذج موضوعي للموسوعة المصاحف، سنهتم بتدوين القرآن وكيف الكتابة على الرق، على الأكتاف وغيرها، وكذلك أنواع المصاحف وتجليدها. المصاحف في المدينة المنورة المكتشفة الآن حوالي 6000 مصحف مخطوط. هذه بعض الخزائن وبعض النوادر في المدينة المنورة. هذه الخزانة الآن فوق الحوالي 150 سنة، مطعمة بالعاج والفضة. طبعا بيكون مشروع عملاق وضخم، وسيكون من هذا المشروع مفتوح المصدر، يعني كل شخص يريد أن يكتب المصحف الشريف أو يزخرفه أو يطور تطبيق أو يطور خدمة على المصحف الشريف سوف يستفيد من هذه الموسوعة، لأنها ستكون مفتوحة المصدر في تطوير أعماله. في التعاون مع منظمة اليونسكو، وفكرة الآن مطروحة اللي هي ذاكرة العالم. اليونسكو عندها برنامج اللي هي التسجيلات، الصور، الأفلام، إنها تكون متاحة للإنسانية. فحنا لنا خاطر أن تكون هالمصاحف متاحة للإنسانية في الاستفادة، في الزخرفة، المساجد، لأنها فيها الزخارف لا تجدها إلا فيها، في الهندسة الإسلامية وغيرها. هذا المؤتمر هذه أهم اللي سيكون إن شاء الله يعني البدء في أعماله قريبا. عندنا حلم وجهزنا خطته، هذا زي الباص يصير فيه معمل متكامل للتعقيم والترميم والرقمنة مع خزائن سحابية للمواد اللي ترقمن في نفس المكان. هذا المخطط من جوا وهو جاهز كتصميم، بس باقي تنفيذ العمل. عندنا فكرة ان احنا نحط اطلس اماكن مخطوطة الجزيرة العربية. لا توجد مكتبة في العالم الا هناك تراث من الجزيرة العربية، اما مسروق او مبيوع او غيره محفوظ فيها. احنا نرغب ان احنا نحط له زي الاطلس، يعرف الشخص هذا المكان كم يحتوي من مخطوط له علاقة بالجزيرة العربية. هذا بشكل موجز عن اللي هي جهود الدارة. إن كان في أسئلة ولا شيء. إيه إيه المخطوطات إيه اللي هي الأطالس حقت الفتوحات وغيرها، سامي المغلوف، ما في شك هو متعاون معنا في أطلس سيرة الرسول. إيه. فيه مقطع بس فيديو خفيف كان وريكم إياه. هذا تدشين المجمع، وإن شاء الله هالمشروع هذا طلع منه الحمد لله مجمع المكتبات، وطلع منه اللي هو متحف السلام اللي هي موجودات الحجر النبوية والمسجد النبوي الشريف، وفي مشروع ثالث يعني احتمال يكون اللي هو واحد القرآن الكريم. هذه أحد الأشياء. الآن الملك سلمان يطالع قرار إنشاء مجمع المكتبات.
في عاد اللي عندكم يعني هذه نماذج من الأعمال، يعني متحف تعليم المرأة، بروشور عن المخطوطات، فيه ملف إعلامي، كيف تحافظ على مكتبتك إذا كان عندك صور، عندك أفلام، عندك مخطوطات؟ يعني البلد دي ما فيه نفط وغاز، يعني مليان تراث، تراث مخطوط، والبيوت مليانة، بس يبي لهم أسلوب الناس في إقناعهم في إبراز، في إبراز يعني إبراز تراثهم. والله إن شاء الله نمر عليه إن شاء الله. أي ما في شك، هذا عاد يطالع الآن محضر، في الصوت بس يعني هو يطالع، هذه الآن سجل الضبط للمكتبات المصادرة من الدرعية، هذه بعض الأوقاف اللي كانت موجودة في الدرعية ورحلت مع إبراهيم باشا. فكان يعني لفتة حلوة انك تربط ان هالمجمع قبل كان امر به الملك عبد العزيز، والحمد لله الان طلع مجمع المكتبة الوقفية، وان شاء الله النظام حق نظام مرن كمكتبات العالمية كمكتبة الاسكندرية وغيره من حيث التعاقدات والتعاون والمحتوى التاريخي، لأن المكتبات لها عمق تاريخي كبير اللي هو مجمع الملك عبد العزيز، وسيكون أمام بجانب مسجد قباء على درب السنة، أما يعني وانت طالع المكتبة تشوف مسجد النبوي الشريف، فكان الدارة لها دور مسار تشريعي ومسار في النقل والمحافظة، وكذلك بعض الوضع الخطط المستقبلية للمجمع، وله مجمع مستقل يتبع مجلس الوزراء مباشرة، وعليه رئيس مجلس أمنا بصفته الوظيفية أمير المدينة المنورة. نوديكم بعض الأشياء، هذه الأشياء اللي كانت ترفع يعني من تقارير عن واقع مكتبات المدينة، فكان هاي التقارير ترفع لإنقاذ محاولة إنقاذ مكتبة المدينة المنورة، هذا واحدة منها. كذلك من الأشياء المركمية هذا المشروع الثالث اللي هو مطروح، إنه يكون واحد القرآن الكريم 6000 مصحف تكون أساس لهذه الواحة، وهي في موجودة في حرة من حرات المدينة المنورة، يكون فيها عن القرآن الكريم ومخطوطاته، وكذلك حتى يكون تفسير له بطريقة يعني توضح للناس. هذا بشكل موجز، نستاذنكم وأطلنا عليكم، الله يرضى عليكم. نشكر الأخ أيمن الحنيحن على هذا العرض الجيد حول جهود دارة الملك عبد العزيز بالمحافظة على مكتبات الأفراد. أنا بس أحب أضيف بعض الأشياء. الأخ أيمن ذكر أن الدارة تحتوي على 6000 مخطوط، هي ليست مخطوطات من كل مكان في العالم، إنما هي مخطوطات كتبت في الجزيرة العربية، هذه ميزتها التي تختلف عن ميزات المكتبات الأخرى. 6000 مخطوط كتب داخل الجزيرة العربية، سواء كانت كتبت في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو في الأحساء أو في الكويت أو في قطر، لا، أو في صنعاء أو في الدرعية أو في أي مكان من الجزيرة العربية. في مخطوطات اكتشفت الآن تعد أقدم مخطوطات معروفة كتبت في مدينة الزبارة الموجودة الآن في قطر، وأيضا فيها بعض المخطوطات اللي عن الكويت، فيها مخطوطات من مكة والمدينة كتبت في مكة والمدينة داخل إطار الجزيرة العربية، هي 6000، يعني لا تعنى بجمع المخطوطات التي كتبت في أماكن أخرى في العالم،
إنما هي مخطوطات كتبت داخل إطار الجزيرة العربية. كيف؟ في جميع الفنون مختلفة، ليست في فن واحد، في شيء في التاريخ، في شيء في التفسير، في شيء في الجغرافيا، في الأدب، في اللغة العربية، لكنها يحويها الخليج إلى البحر الأحمر. هذه هي المخطوطات الموجودة في دارة الملك عبد العزيز. من الأشياء الطرائف التي تحويها دارة الملك عبد العزيز بعض الأشياء المتعلقة بالكويت، في أشياء تتعلق بالكويت سواء كانت تتعلق بتاريخ الكويت أو غيرها. من ضمن النماذج المعروضة في المعرض بعض الرسائل الغير معروفة للشيخ عبد الله بن خلف الدحيان، عرضت رسالة واحدة وتوجد في الدارة عدد من الرسائل لم تنشر في أي كتاب سابق، حتى الكتاب الذي سبق أن أصدر مركز البحوث الكويتية عن الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان وكان من تأليف محمد العجمي، محمد بن ناصر العجمي، هذه الوثائق ليست موجودة في هذا الكتاب ولم يطلع عليها. وهذه من الأشياء التي قد تضيف بعض المعلومات حول الحراك الثقافي المتعلق في مدينة الكويت. إذا كان فيه أي استفسارات موجودة حول ما عرضه لك خيماً أو حول دارة الملك عبد العزيز فالمجال مفتوح. كيف؟ فإذا كان فيه استفسارات أو تساؤلات أو غيره فالمجال مفتوح. ولا نختم؟ إذن شاكر لكم حضوركم ولعلنا نلتقي إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله تعالى، والله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.